السائل راء زاي من مكة المكرمة يقول: سمعنا أن الولد ابن الرجل تكشف له زوجة أبيه المطلقة لأنها عمته، هل هذا صحيح؟ نعم، زوجة الأب من محارم الابن، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فمن جملة المحرمات زوجة الأب، إذا عقد عليها الأب عقدا صحيحا فإنها تحرم على ولده ولو كان الأب قد طلقها. نعم.